يلا يلا يا جماعه سكوت. انت ليه يا هاني بتصنف مذيع بتاع مشاكل؟ ليه دايما السوشيال ميديا مقلوبه على هاني حتحوت؟ هل هاني حتحوت رفض قبل كده استضافه شخص معين؟ اه مين؟ فانا فتحت السبيكر فلقيت شتيمه كتيره جدا، لان هي ظبطتني. كريم الحق روح بسرعه اطلع مكاني وهبقى اقول لك بعدين ليه. هو انا حاسس ان انا عايز اتراجع، مش عشان اعيد الترتيب، لكن عشان حاسس انه يعني ده بيزعل، الاجابات دي بتزعل الناس. المستشار مرتضى منصور شتمك كام مره على الواتساب؟ ولا عايز تلغي سؤال؟ مش هلغيه عشان فاهم. عم الطبيب جنب الشمال ده بتجيله شكة من حالي طول الليل بتشكى. هسألك سؤال وإجابته اختيارية. ممكن تجاوب أو لا. هاني حتحوت أهلاوي ولا زملكاوي؟ هجاوب. اوكي. من صوته ما كانش باين عشان النور. حبيب قلبي تعالى عشان المايك. عم الطبيب